عادي بنحكي نعرفوا اخي انا تربي هنا كيف نكفوا ها ها صورني اخوي نظر الجو تو عندي خدمه يقول يجي 10 سنين ولا 15 سنه وانا نعاني فيها الخدمه دي نخدم هذيك لقيت مرمه نخدم هذيا لقيت مرمه ندبر مرمه ما فهمش مرمه شد هذيا هكا ما عندي حبل على زراره ديما يسني الواحد ديما يخ ديما يخ والقسم عند الله تروح معبي بحول الله باذن الله خاطر هي تو قالت هو اصل مش كيما كيما فرطة ليش تبديل الوقت فهمتنا تو قال لك شد معناتها السبعه تحبس تسكر الوضعيه فهمتي ولا تخرج الخمسه تاع الصباح ها؟ يساعدك هكا؟ ما يساعدش الوقت من خمسه الصباح ما لقى شيء. ما تتعدل اللي يدور من اثنين نتاعهم يلموا كل ما يخلوا شيء البابيز ما يلموا اسمع مع بعضه منه ومنه يلموا ينظفوا المهم الواحد مش يخرج ما لقى شيء. معناها الفترة هذه صعيبة بالنسبة لك؟ صعيبة الفترة هذه صعيبة أخي صعيبة بالسيف والله بالسيف يعيش في روحه بالسيف الواحد. عندي المعاقين أموري تعبة ياسر أنا واحد من الناس. الطفل ولد 32 سنة معاق هذا يصير رجال حقه كنت قد الدنيا الدنيا راهو بصغار ويخدم عليا وراهو راهو قايم بي هلا غاب أمه كيف كيف هاني راقدة في الفرش اخواته الاخرين سنة هان وقاعد هميل هذه ما قيس روحي كان دارت العجيز هاي برج ولي كان يسر شوي كان جيت نهير نقل خمسة ونهير نقل ستة ونهير نقل فيه ونهير نقل ثلاثة ليب المهم المهم ما فيش وما فيش الكيلو 500 500 فرق يكون طيب 10 كيلو في النهار 10 كيلو انت بقدر ب 3000 فرق ما زدت بزيت راك ونروح كل نهار تهز تبيعهم ولا تلم مجموع لا لا كنت نلم يساعدني شوية العبيد حتى بغض حشيك وحز وتلحب بعضها هون تلاقي في العبيها ما بقى نهز نصرها يوزنها يعطيني نسيب الكتب ونروح نروح على الامور الصحيه كيفاش تحمي روحك؟ لا لا بيس الحمد لله والله فضل عند ربي الحمد لله. في الخدمه ذي معناها لازمك حمايه ووقايه باش تحمي روحك قوا نعم دويت في يديك كندويت كمامات كمامات والله كمامات ما نخلي فيها ما نديش خويا تفدني تسخن الدنيا ترجع لي تفدني سكرين بس هذاك علاش كيفاش الناس تنجم تعاونك مثلا نقولوا نحن يحطوا دبابس في ساشي كيفاش نجموا يعاونوك في الخدمه نتاعك؟ دبابس مره يحطوها في ساشيه نجيبوها نفرغوها نكسروا بعضها الساشيه البيضاء هوني تمشي تخدم والكحله نطيشوها مثلا نحطوها بين المقبره تمشي على الروح. ثم منافسه تتسابقوا انتم الخدمه اللي تخدموا في الخدمه هذيا جماعه البلاستيك تتسابقوا على البلايص ومقسمين البلايص؟ بالطبيعه مش مقسمين ها انا ها تو واحد ولا من هكا ناي هم ندور من هكا ولا الاخر دار هكا ناي نولي هكا نفرغ هكاك ننظف هكا حتى كي يهز دبوز من قدام وبر هز هند هز كل حد يهز قسم هند فما كل بغض وكل حزب وكل هكا ولا هكا ما ندورش بيه يعني حتى من قدامي يهز قدام خليه يهز ما عنديش بالحكايه دي كل حد قسم الكورونا من عمناه والسنة تعبتك شوية؟ والله الحمد لله تعبتنا في ناحية العمل تعبتنا من ناحية العمل تعبتنا بالحق بكري ما فهمناش وقت ساعات ما فهمناش المصدع النبي يخدم ليل ونهار والامور مريقلة ولاباس والحمد لله رب العالمين خوفونا بالسيف وحقونا زيد الواحد يهم يقول قسم على الله كان نقعد نرضي نقعد بالسر ونقعد مش عارف ها خممت ما جيت قلت خليني خليها لربي توكل على ربي توكل على ربي خليها ربي ها ما نموت شنوك من توكل التراب حشيك ما عنديش منين جيت لكن المساعدة الاجتماعية ما خذيتش ولا خذيت منهم كذا حاجة ولا عطوني حاجة عندي المرأة معاقة والطفل معاق معناتها كلهم معاقين هناك يجي معاق انا عامل عملية 64 سنة وعامل عملية حاجاك على المرة وما نجمش نهز حاجة زين هاك هاك هان تفك هاك شوية بلاستيك وكبدت وخبز ولادي قالوا لك ما نخدموهاش الخدمة هذي ولادك بطل بطل ولا لا قديش من واحد؟ عندي زوز رجال زوز ولاد هذا المعاق عمره 32 سنة والاخر عمره 37 سنة راكبين ربحوا وعندهم احتياجات عندهم مصروف بالطبيعة مصروف ما لا غير مني عنديش انا قلت لهم ما لا غير بار مش شخص بار راكم قال لك ما نخدموش بار نقول اوكي نعمل انتم حق يعاونوني عاونوني يا رسول الله عاونوني تبا لا ما نجمتش عاد واحد ما عاد خلطت ما خلطتش بدايه 5000 و 6000 فرنك وواحد راه مع 10000 كل يوم منش نرده ناكلهم نخلص منهم منين نخلص منهم الضوء بالله يعطيني ترى من نبكي نقعد نحط عيني بدك
نندبهم هكا، تعني مشني خويكم مشني تونس يا رسول الله، ومن هكا دينا الضوء قوية، والضوء قوي، مشني تونسي مشني تونسي، مشني نسلم نقول لا إله إلا الله، مشني قابل يعني. الوضعية صعبة صعيبة. الوضعية صعيبة ياسر، والوقت صعب ياسر، وفلت علينا العديلة ياسر من قلنا حتى نكبر شوية ناخذ راحة ونتفرهدوا شوية شوية جبنا تخلينا. خلينا خلاص ها سيدي بشريت الله والقران وسيدي رمضان الله فيه كنت اخذ لك بديت تري في الدبوز انه قلت السب ها يا طول قص خفت من الكورونا ما نخافش منها قولي لي تخايف من منها هات وين هذه نفرع فيها خبز هاك والحمد لله الفضل لله ربي حفظنا الخط نزل على عيار ونزل على القول ها نزل بحقيقه قلب وربي